مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم. غريب أمر الاستحقاقات الانتخابية في منطقتنا العربية والجوار الإقليمي هذه المرة وفي هذه الفترة تحديدا. انتخابات في الجزائر وفي العراق وفي مصر وفي سوريا بعد تركيا أخيرا، وغدا تنتظر فلسطين دورها بعد مصالحة الإخوة بالأمس. كلها انتخابات بدت لمن أجروها وتبدو لمن ينتظرون هامة ومصيرية ومفصلية. غريب أمر هذه المفارقة في الواقع. عواصم العرب العتيقة النفيسة الكبرى هي المعنية بتحديد خياراتها في العمق، بتحديد خيارات وآفاق وبوصلة التحولات الجوهرية الحتمية في محيطنا. في شهر واحد تقريبا يقرر الثالوث العربي الذهبي مستقبله. ليس غريبا أن تكون عواصم العراق ومصر وسوريا هي مدن الثقل العربي تاريخيا وحضريا وثقافيا ومدنيا وعسكريا واقتصاديا واستراتيجيا وكل ما يرمز إلى كبر وعلي هذه الأمة، فيكفي أن تسميها حتى تشعر بعنفوانها وقوتها وشموخها. سموا معي دمشق، القاهرة، بغداد. هنا بغداد. لكن غريب أمر هذه العواصم والبلاد، كلها تتعرض دفعة واحدة لهجمات قاتلة فتاكة قهارة، عنف وإرهاب وتدمير وتمزيق وتفتيت. غريب أمر بعض الصغار، كأن بعضهم من صغار القوم الواهمين بجنون العظمة بمالهم أو طائفيتهم ومذهبيتهم وبغضهم لحضارة متجذرة وليس لتاريخ مصطنع مشترى، لا يريد بقاء أي بلد يفخر بتراثه الأصيل المتأصل. لذا نردد مع أهل هذا البلد الكبير هنا العراق. العراق الذي يستحق شعبه لقب جدارة الحياة، وهو يصمد ويناضل بعد عقود من المعاناة ورغم ضروب الإرهاب كلها على أرضه وضد أهله حاليا. العراق يتهيأ حاليا لخوض انتخابات برلمانية ساخنة في نظام برلماني أكثر من ساخن. السيد نور المالكي مرشح على رأس الائتلاف الأكبر دولة القانون. في هذا سنحدثه بالأستاذ نور المالكي. هذا هام، والرجل يخوض واحدة من أشرس معاركه السياسية الانتخابية. لكن الهام أيضاً، بل الأهم، هو أفق المرحلة المقبلة ورؤاه كرئيس لوزراء العراق. في هذا سنحدثه بصفته دولة الرئيس نور المالكي. نحن نتحدث عن لحظة عربية إقليمية دولية معقدة وخطيرة بامتياز، لكنها قد تكون في الوقت ذاته مفتوحة على أمال وانفراجات مبشرة. مرحبا بكم دولة الرئيس. أهلا ومرحبا بكم. شكرا لكم على استضافتنا هنا. شكرا لكم. رغم أننا نعلم أن وقتكم ضاغط وأنتم تخوضون كما قلت واحدة من أشرس معاركم الانتخابية السياسية. أولا، هل تصفون بهذا الشكل؟ لا تخوفنا من عدم هذه شراسة. الواضح هنا دولة الرئيس أن كنت سأبدأ بشيء آخر، ولكن دعنا في هذا التوصيف بشكل دقيق. يعني بكل صراحة الانتخابات في العراق هي كأي انتخابات ديمقراطية مفتوحة وترى السخونة والحرارة في كل مكان. هذا دليل حياة، هذا دليل إيجابية. هو لأنها ديمقراطية، لأنها حرة، لأنها تنافسية حقيقية، يبدو المشهد ساخنا والكل يحث الخطى ويستخدم كل الممكنات. نعم، بعض الممكنات التي تستخدم هي مخالفة للسياق، آداب العملية السياسية، آداب الاختلاف، ولكن بشكل عام حينما تكون ديمقراطية وحرية وناس يردون يعبرون عن وجهة نظرهم ورأيهم بالنظام المستقبلي الجديد، طبيعي أصير ساخنة. وإذا كانت باردة يعني محكومة النتائج كما كانت سابقا 99.9%. طيب بكل صراحة دولة الرئيس، ألا تعتقد بأنها بالنسبة لكم هي انتخابات شرسة؟ يعني جدية بكل ما لكلمة معنى؟ طيب نحن نلاحظ الآن، معذرة سيدي، بأن تقريبا الكل ضدكم، يعني مختلف الآن هاللوائح والأطراف إلى غير ذلك، يعني تكاد تجمع على نقطة واحدة، نحن ضد المالكي بغض النظر عن برامجها الخاصة. يعني هو قوتنا هذه، ما يشعرنا بالاعتزاز أن هذا البعض الذي تتحدث عنه يقف ضدنا، لأنه يدرك حقيقة العمق والقوة والامتداد
ويدرك مفاصل النجاح التي تحققت في ظل وجود دولة القانون التي بكل فخر واعتزاز نقول أنها حمت وحدة العراق وقضت على النهج الطائفي الذي أراد أن يتأصل في السياسة العراقية وقضت على نظام الميليشيات والثقافة الميليشياوية التي أرادت أن تحكم البلد وواجهت عمليات التدخل الخارجي والامتداد من الخارج إلى الداخل عبر البعض ممن وضعوا أنفسهم في خدمة المشاريع الأخرى ولأننا نجحنا في الكثير من المفاصل التي يتمنى الآخر أنه لو كان شريكا على الأقل في هذا النجاح فطبيعي جدا يعني الشجرة المثمرة ترمى بحجر لكن هذا يشعرنا بالقوة لو لم نكن أقوياء ما كان هذا الموقف من قبل الذين يبحثون عن موقع أو فسح أو في قدم في هذه الفسحة التي هي العملية السياسية نحن لا نراها شرسة وإنما هو الانتخابات بطبيعتها وبالذات بالعراق لأنه الثقافة العراقية لا زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت كي تتحرر من ثقافة العنف والمواجهة وحتى في طريقة التعبير من الناحية اللفظية هي طريقة فيها استخدام لمفردات ذات زوايا حادة غالبا وهذه هي نتيجة موروثات ثقافية موروثات حكم موروثات حاكم موروثات الاضطهاد موروثات كثيرة نأمل إن شاء الله بشكل تدريجي أن تنتهي هذه الثقافة بكل أشكالها فطبيعي جدا بالنسبة لنا في البلد أن تسمع أو ترى بعض هذه الممارسات ولكنك بالمقابل في العراق كأي بلد فيه قضية سياسية وحرية وديمقراطية أنت تسمع في شاشة التلفزيون على الميادين وغير الميادين من يتحدث بعنف ولكنه لنا يتحدث برفق ولين ويبحث عن تحالف واتفاق حتى الآن يعني حتى اليوم هذا اليوم الذي نحن فيه هذه طبيعية جدا وربما شاهدناها في كثير من الدول التي هي في ساحات المواجهة تتقاتل الناس لكنهم خلف الأستار يتفاوضون هذا طبيعي ولكن هذه مش ونحن في الانتخابات يعني بعد نتائج الانتخابات تحصل أي نعم تأتي المفاوضات تحت الكواليس السبب في ذلك بصراحة هو قد تفهم أنها دعاية انتخابية لكن هذا الواقع لأن الجميع يدرك أن دولة القانون هي التي ستأخذ المساحة الأكبر في الانتخابات وهذا لا يختلف عليه اثنان لا مراكز الاستطلاعات ولا المد الشعبي اللي موجود بالشارع لا يختلف عليه اثنان بعد إذنك يختلف عليه اثنان هناك أكثر من طرف داخل الساحة العراقية الآن من قادة وزعماء وأقطاب اللوائح الأخرى تقريبا يتحدثون على أن دولة القانون ستمنى بهزيمة قاسية هذه المرة وستحدث مفاجآت أنا أستبعد أحد يفكر بأن دولة القانون ستهزم أستبعد لكن من باب المكابرة نعم هذا يقول نحن سنفوز ونحن سنشكل طبيعي هي حملة دعاية انتخابية ولكن بالواقع الكل يسلم بأن دولة القانون هي التي ستتقدم المشهد السياسي بفارق كبير عن بقية القوائم والكتل هذا شيء لا خلاف فيه ولكن أنا لا أتحدث عن المزايدات الانتخابية هذا يقول منا رئيس الوزراء وهذا منا سنحصل على العدد الأكبر في الانتخابات ولكن اذهب إلى الشارع كشارع يقرأ اذهب إلى مراكز الاستطلاع اللي هي محايدة وأجنبية وأمم المتحدة وحقوق إنسان واتحاد أوروبي إضافة لمراكز الاستطلاع المحلية هذا شيء محسوم بالنسبة لنا على الأقل أنا من ناحيتي مطمئن جدا أن دولة القانون سوف لن تكون بأقل مما كانت عليه في الدورة السابقة بل ستكون أكثر مما كانت عليه حاليا ودليلها واضح الآن المهرجانات الانتخابية التي تقيمها دولة القانون حضورها أكثر من ضعف حضورها في الاحتفالات السابقة في الانتخابات لذلك حينما هكذا في القناعة الداخلية دعني من المزايدة الانتخابية والدعاية الانتخابية حينما يكون هكذا قناعة راسخة في عقل ومنطق المتنافسين الذين يريدون موقعا في الحكم في الحكومة المقبلة طبيعي يجون إلى دولة القانون خلينا نتفق خلينا نتفاهم أيوة لكن تفاجئنا الآن دولة الرئيس بكل صراحة لأن تفاجئنا عندما تقول والآن قبل حتى أن يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع هناك من يعرض عليكم اتفاقات هذا أمر محير بعض الشيء على الأقل يعني زملائنا هنا خصوصا زميلتنا رامي إبراهيم حاورت معظم الأقطاب هنا الكل بدون استثناء أولا لا يعني لا يحول إليكم أي إنجاز على الإطلاق الآن تفضلتكم بالحديث عن الإنجازات انظر معي ما هي نكساتكم دولة الرئيس على مستوى أمني
على مستوى اقتصادي، على مستوى الخدمات، على مستوى النسيج الاجتماعي، على مستوى عنفوان العراق، على مستوى سياساتكم الخارجية، على مستوى العلاقات الخارجية، على مستوى بيتكم، كلهم يتحدثون عن إخفاقات، وبالتالي لا مجال هنا للحديث عن إنجازات. ونحن نتحدث بالعكس، والواقع يتحدث بالعكس عن الإنجازات، لأنهم يدركون هذا جيدا. ولكن مثلا مثلا كيف كان العراق وموازنة الاقتصادية في عام 2006 حينما استلمنا الحكومة؟ لا يصل موازنة العراق إلى 20 مليار. اليوم موازنة العراق المطروحة أمام مجلس النواب 130 مليار. أليس هذا إنجاز؟ دولار. أليس هذا تطور في الاقتصاد؟ كم ضعف؟ 6 أضعاف الموازنة التي كانت حينما استلمنا في الدورة السابقة. على مستوى الأمن كيف كان العراق؟ ليتكم كنتم في العراق في 2006 و2007 و2008. شوارع بغداد لا يستطيع أحد الظهور فيها. الكرخ ميت، أنا طلعت بالطيارة ما شفت إلا امرأة واحدة تمشي في أحياء الكرخ، امرأة واحدة فقط، ودمعت عيني، كان معي أحد الضباط. تألمنا كثير، الحياة ميتة تماما في بغداد، أسواق بغداد معطلة، الساعة 4-5 العصر لا تجد أحد في الشارع يتحرك. دائرة بكاملها تختطف، وزارة بكاملها تختطف. شرطة، أصبح الميليشيات يلبسون شرطة ويطلعون بالشوارع ويقطعون الطرق ويقيمون ما يقيمون. رؤوس مقطعة يوميا 100 و150 جثة ورأس مقطوع في شوارع بغداد. هذا المكان الذي نحن فيه استهدف بأكثر من 700 صاروخ في شهر واحد حين ذاك. هذا على مستوى الأمن. ولا شركة أجنبية دخلت العراق، ولا أحد أقبل على أي مشروع استثماري أو إعماري أو بناء في العراق. من يأتي إلى العراق؟ بلد الموت، بلد النار. هذا الجانب الأمني، سيطرنا على الوضع الأمني، والسيطرة بدأت منذ عمليات البصرة، صولة الفرسان، حينما ضربنا الميليشيات هناك وضربناهم في كربلاء وضربناهم في مدينة الصدر وضربناهم في محافظات الأنبار، عندما انتفضت العشائر معنا في الانتفاضة الأولى أيام ما كان الشهيد عبد الستار أبو ريشة، وفتحت الشوارع بين بغداد والمحافظات، ما كان أحد يستطيع أن يذهب إلى الموصل عبر البر، ولا إلى ديالة، ولا إلى الحلة، ولا إلى كربلاء، كل هذه الطرق كانت مقطوعة، بغداد محاصرة. بس كان وقت احتلال وقت ذاك. نعم، في وقت الاحتلال. القوات الأمريكية موجودة. هي القوات الأمريكية موجودة، ولكنها فشلت في استراتيجية الأمنية، لأنها أرادت أن تقاتل الإرهاب بالقوة العسكرية، طائرات، دبابات. الإرهاب لا يقاتل بدبابات. هذا مستوى الأمن. العراق معزول عن محيط العالمي بشكل كامل. العراق عاد مرة أخرى وعقد مؤتمر قمة عربية منذ أكثر من 20 سنة ما معقود في العراق، قمة عربية، وعقد مؤتمرات لوزراء المياه والعدل والخارجية وإلى كذا، لكل الدول العربية عقدهم هنا في بغداد، وأصبحت بغداد عاصمة الثقافة العربية بعد أن كانت يشار إليها ببلد الموت. النفط العراقي الذي كان لا يصل إلى 1,700,000 برميل، المنتج الكلي، الآن العراق صار 3,400,000، ونهاية هذا العام 4 ملايين، وسيبقى يتصاعد هذه الثروة التي كانت معطلة. أليس هذا إنجاز؟ على مستوى الزراعة، العراق تراجع زراعيا إلى أقل من النصف، ثلث إنتاج الزراعة الذي كان معروف في سنوات الحصار وأيام الحكم السابق، النظام السابق. عملنا المبادرة الزراعية بالسنة الماضية، تقريبا اكتفينا اكتفاء ذاتي من الحبوب، وهذا العام ربما يزيد عندنا عن حاجتنا الداخلية للحبوب. أليس هذا تطور؟ مستوى الفواكه والخضر وإلى غير ذلك من أمور. على مستوى التعليمي، العراق كان مقطوعا عن العالم الخارجي، لا تواصل علمي ولا مجلات دراسية ولا بعثات ولا. اليوم فقط من المبادرة التعليمية 3,000 طالب قسم أكملوا دراستهم ورجعوا على الماجستير والدكتوراه، وقسم لا يزالون مستمرين، ولدينا 7,000 طالب قيد الإنجاز يذهبوا ويكملوا دراستهم في أرقى الجامعات العالمية، البريطانية والأمريكية والأسبانية. أليس هذا تطورا في المقابل الذي كان عليه؟ بالنسبة إلى الرواتب، هذا 130 و120 مليار أين تصرف؟ غير خدمات ورواتب، كيف كان راتب الموظف العراقي الذين يتحدثون أنه لم ينجز شيء؟ كان راتب الموظف خريج الكلية 4,000 دينار، يساوي أقل من دولارين، والآن راتب الشرطي يزيد على 1,000,000 دينار، وفي كل دول المنطقة المحيطة بنا لا يعطى الشرطي قيمة 800 دولار أو 900 دولار.
عندنا نسبة كبيرة من الأرامل والمطلقات والمرأة بلا معيل، 400,000 امرأة بلا معيل تأخذ رواتب هي وأطفالها غير شبكة الرعاية الاجتماعية للفقراء جميعا. عندنا أزمة السكن، وزعنا كذا مجمعات سكنية، ثم الآن لدينا مشروع كبير جدا في بناء المدن مثل بسماية 100,000 وحدة سكنية كنا في زيارتها قبل أيام، ولدينا عملية توزيع واسعة لكل المحافظات لقطع أراضي سكنية للفقراء والمحتاجين، وسنعمد على بنائها إن شاء الله على نفقة الدولة ونعطيها مجانا. على المستوى السياسي، العراق كان بلد محتل وفيه قوات أجنبية، أليس كذلك؟ خرجت القوات الأجنبية ولا أحد يصدق، حتى الذين هم شركاء ما أرادوا أن يشتركوا في المباحثات والمحادثات على الاتفاقية. شركاء أين؟ شركاءنا في العملية السياسية، في الحكومة، كلهم في الحكومة هربوا من هذا الاستحقاق، وتصدينا لهذا الاستحقاق ووقعنا الاتفاقية وخرجت القوات الأجنبية وانتهت وعيدت سيادة العراق كاملة. وخرج العراق من الفصل السابع، وخرج العراق إلى محيطه، لم يكن في العراق أي دولة عربية عندها سفارة. الآن تقريبا كل الدول العربية عندها سفارات عدا السعودية وقطر، والباقي كلهم عندهم سفاراتهم موجودة هنا في بغداد، ومصالح للدول العربية واستثمارات وأموال. هذا الواقع الذي حصل، هل يستطيع أحد عاقل يقول لم يتغير شيء؟ لا، ولكن الآن الوضع الأمني دولة الرئيس لا يزال هشا، يعني حتى هذه اللحظة نحن نشاهد الآن عشرات التفجيرات، أحيانا يعني تفجيرات يعني بالجملة يوميا، وليس هذا فقط، عشرات يعني جماعات ما توصف بالجماعات الإرهابية لا تزال حتى على حدود بغداد، على تماس من بغداد موجود الآن. أولا عشرات ما موجود، لأنه لو كنت تراجع اللي كان عليه العراق، العراق وصل معدل 25 سيارة تنفجر يوميا. قضية تفجير عبوة وغيرها مستمرة. أنا أقول نعم، الأمن لا يزال فيه إشكال، وهذا الإشكال عاد إلينا بعد أن سيطرنا على الأوضاع الأمنية. وأنا أقول لك، ما دام هناك انقسام مجتمعي ولغة طائفية وتحشيد بالفتاوى الطائفية، هذه ستبقى فرصة للذين يريدون إضعاف الوضع في العراق، وستبقى مناوشات. لكن الذي أعيد والذي عليه الواقع مثلا في الأنبار هو بسبب سوريا. حينما تفاعلت الأحداث في سوريا، حينما انتشرت القاعدة وحظيت بالدعم الإقليمي والدعم الدولي، مع الأسف الشديد القاعدة وجبهة النصرة والمتطرفين وأصحاب الفتاوى، وتعلمون الدول التي وقفت إلى جنبهم، ولأن العراق يرتبط بحدود طولها 600 كيلومتر بيننا وبين سوريا، وفيها تلال وجبال وأخاديد، وفيها مدن متداخلة مع بعضها عبرة القاعدة وجبهة النصرة وما يسمى بدولة الإسلامية في العراق والشام، دخلت إلى العراق ودخلت بمخططات إقليمية. وكان الهدف ليس إرباك الأوضاع الأمنية في الأنبار، كان الهدف إسقاط بغداد. الشيء الذي حققناه بالجيش العراقي أنه أوقفنا هذه الخطة وحاصرنا القاعدة في مناطق محدودة في الأنبار، ليس الأنبار كلها فيها عمليات إرهابية. المنطقة الغربية ما فيها لا حديثة ولا عانة ولا راوة ولا القائم، هذه كلها في حيين في الرمادي وفي منطقة الفلوجة، وهذه محاصرة مطوقة حتى لا تمتد. كان هدفهم الامتداد، المرحلة الأولى أوقفنا الامتداد. مهما كان الدعم دخلوا إلى البلد متطوعين أو من جهاديين، جهاديين من الخارج، والله مو جهاديين، وإنما يعني يوصفون بالجهاديين، هم يوصفون بالجهاديين، ولكن كثير من عندهم من المرتزقة الذين اشتروهم بالأموال من أفريقية، تشيلي، تشاد، ونيجيريا وأفغانستان، دخلوا بكثافة، ولكن ما قتل منهم هنا في العراق جعلهم يستغيثون ويستنجدون ويعترضون على قيادتهم، أنهم أنتم قلتونا أن العراق وضعهش. يعني عفوا، الآن عندكم من تشاد ومن نيجيريا؟ نعم عندنا من تشاد ومن نيجيريا، وعندنا من كل الدول موجودين، تطوعهم دول لأنهم مرتزقة بالأموال يجون يقاتلون، يستجيرون الآن، يقولون لهم أنتم قلتم بأن العراق ليس فيه قوة، ليس فيه جيش ووضعهش. الآن الجيش العراقي يقاتل، ولم نتمكن أن نتقدم على بغداد شيء. لذلك ما تحقق من إنجازات كبيرة جدا. طيب، فيما يتعلق بالمخططات الإقليمية التي تفضلت بذكرها الآن، يعني لا، هسه خلينا ننتهي، أنها إنجازات لو مو إنجازات، خروج القوات الأجنبية، خروج العراق من الفصل السابق، تقولون إنجازات، ولكن الأطراف الأخرى لا تعتبرها إنجازات، ربما لأن العراق يستحق أكثر من ذلك. أنا هم أقول يستحق. نعم، أنا أيضا أقول يستحق أكثر،
ولذلك نحن في حملتنا الانتخابية نقول نريد أن نكمل ما بدأنا. غير من يتحدث أريد أن أعمل، أنا أقول عملت، أنا عملت اقتصاد وعملت أمن وعملت سياسة. بس همك أيضا شركائك في الحكومة دولة الرئيس، مش شركائك يعني هذه الأطراف كلها ليست هي شريكة. هل تعلم حتى الذين الآن يخاصمونكم أو ينافسونكم سياسيا من عرب سنة، من بعض المنافسين الشيعة، من بعض شركائي ليس سياسيا، شركاء معك. دعني أقول لك بصراحة، شركائي في هذه العملية قلة من السياسيين، بل ربما أغلب السياسيين يفرحون حينما يكون انفجار. يا ساتر. نعم، عراق يفرح بوجود انفجار. عراقي سياسي في الحكم موجود يفرح بوجود انفجار، ويفرح حينما يستشهد جندي في الأنبار أو في الموصل، بل يذهبون لتثبيت عزائم الجنود أحيانا. ولدينا قسم منهم معتقلين لديهم ولاءات مع بعض القوى السياسية. نعم، هذا المنجز أقمناه، خلي أكون بكل جرأة وشجاعة أتحدث، هذا المنجز أقمناه بأنفسنا وبالجمهور العراقي وليس بالسياسيين العراقيين. الآن المقاومة الموجودة في الأنبار مع جمهور أهل الأنبار، مع أخواننا العشائر اللي حملوا السلاح نساء ورجالا وقاتلوا ويانا، وكذلك اللي قاتلوا في صلاح الدين، واللي قاتلوا في نينوى، واللي قاتلوا في البصرة. أما السياسيين كانوا يتمنون سقوط النظام ويتمنون انتصار القاعدة حتى لا يسجل انتصار للحكومة. يعني عفوا، كأنك تتهمه بهذا خيانة عظمى دولة الرئيس. والله يعني عندما يكون طرف سياسي موجود في البرلمان وفي الحكومة حتى لو مش موجود، ولكنه يتمنى انفجارا ويسر عندما يقتل جندي، وأنت تقول الآن أن هؤلاء يفرحون إذا سقط هذا النظام بهذه الطريقة، بعد في أكثر من هيك أنه ممكن يتهم بالخيانة العظمى؟ إذا يقتل جندي. نعم. يفرحون إذا يقتل جندي. وأنت خذ المعنى. لا ما قبل هذا، يعني أليس هذا عفوا يعني كأنه اتهام بالخيانة العظمى؟ نعم، خيانة عظمى، وأنا أعتبرها خيانة عظمى. أمس لما كان يتحدث معي وزير الدفاع عن عدد من الضباط الذين يثبطون وهم لديهم ولاءات مع جهة معينة، حتى لا يقال هم هذه الجهة سنية، لا، جهة شيعية، يثبطون ويربكون وضع الجنود، اعتقلهم وزير الدفاع وسنحيلهم بتهمة الخيانة العظمى. أليس من الخيانة العظمى أن داعش تبني مستعمرة اسمها ساحة الاعتصام، وترفع شعارات نحن تنظيم اسمنا القاعدة، نقطع الرؤوس ونقيم الحدود، ويرفعون صور صدام حسين، ويرفعون الراية مات القاعدة، واعترافات كبيرة أنها صارت ساحة تدريب على المتفجرات وتأهيل المفخخين الانتحاريين، ولكن هل سمعت أحدا أدان هذا العمل؟ أليس هذه خيانة؟ وحتى لما قلت أن هذه آخر جمعة لهذه الساحة، قالوا اسمح لنا فقط نصلي صلاة الجمعة. قلت لهم الصلاة في المساجد وليست في الطرقات وقطع طريق الناس. صدرت البيانات من مختلف الجهات أن هذه مطالب مشروعة. أي مطالب مشروعة؟ إسقاط الدستور مشروع؟ إسقاط العمل السياسي مشروع؟ عملية سياسية؟ لو الحديث أنه أنتم شيعة وأطلعوا من البلد وأنتم مجوس، لو نريد نلغي هذه الديمقراطية مالتكم الكاذبة، ويا بغداد عائدون، وحزب البعث يرفع لافتاته وشعارات، أي مطالب مشروعة؟ وأي مطالب مشروعة لغرباء مثل أفغاني وغير أفغاني وليبي موجودين؟ شنو مطالبهم المشروعة مني أنا أعينه؟ أعطي أموال؟ أعطي سكن؟ شنو المطلوب من عندي؟ السكوت على داعش الآن ماذا يقولون؟ يقولون ماكو داعش، كذب، ماكو داعش. هذا الجيش اللي يقاتل، والشعب في الأنبار اللي حاملين سلاح ويستغيثون ويقاتلون، والشهداء والجرحى والقتلى من هؤلاء، وإلى الآن اسأل السياسيين يقول لك ماكو داعش. هذا خدعة المالك سواها حتى يسوي انتخابات. على كل حال فعلا في التباس حول هذه النقطة دولة الرئيس، خصوصا في توقيت فتح هذه المعارك الأمنية، لأنك تعلم جيدا أن في هذه المنافسة الانتخابية ليس فقط التبس الأمر على البعض، ولكن انتقدوكم بل اتهموكم بأنكم افتعلتم هذه المسألة. ولكن أرجو من فضلك أن تبقى معنا قليلا، لأن نريد أن نعود إلى استديوهاتنا من أجل موجز من الأنباء. مشاهدي الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، موجز نعود بعد لاستكمال هذا الحوار الخاص مع دولة الرئيس نوري المالكي.
أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. دولة الرئيس كنا نتحدث عن الاعتبارات الأمنية الأخيرة التي حصلت. نعم التوقيت فيما يتعلق بما وصفت بافتعال القضية الأمنية هو في الحقيقة نحن سمعنا بكل صراحة، وحتى هناك من تحدث وقال يعني قضية داعش مبالغ فيها ويعني وهي قضية مفتعلة. أنتم افتعلتم توقيت فتح معركة داعش، وأنتم الآن تريدون افتعال أيضا معركة إغلاق ملف داعش لاعتبارات انتخابية بحتة. أولا لو كان الهدف عندي انتخابي كما الهدف عند الآخرين ما فتحت هاي الجبهة، لكان تركت الموضوع وهذا السرطان ينمو ويتعمق ويتسع، وبالتالي لا أنا أكون موجود ولا هذا الذي يشكل يكون موجود. ثانيا ما فتحت اليوم حتى ونحن على أبواب الانتخابات، وثالثا لقد استكملت الصورة، وحينما ينضج الشيء يعني استعجال الشيء قبل نضجه مفسدة له، ولكن إذا نضج الشيء التراخي عنه مفسدة يكون. أنا كنت أعاني كيف أوصل للشعب العراقي عموما وللسياسيين وللعالم أن ما يجري في ساحة الاعتصام في الأنبار مؤامرة كبرى على العراق، كانوا بدوافع سياسية وحسابات سياسية لا يريدون التصديق، وإن صدقوها قلبيا وعقليا لكن لا يريدون الإعلان. فكنت أعاني كيف أوصل المعلومات الاستخبارية عندي، المعلومات التحقيقية اللي موجودة، أنه يا ناس هاي القضية ترى مو مطالب. عملت لجان لمعالجة المطالب المشروعة وأطلقنا سراح نساء ورجال وأعمال كثيرة التي هي تقع ضمن سقف المطالب القانونية المشروعة، لكن ظهروا على منصة الاعتصام وقالوا من قال بأن هذه مطالبنا؟ مو هاي مطالبنا، مطالبنا إسقاط العملية السياسية والدستور وإنهاء وجود دولة ثورة يعني. فتحدثوا ثورة شعبية؟ لا مو ثورة شعبية، الدستور ما يسقط بهاي الطريقة. الثورة الشعبية سقط الدستور، يعني إذا كان الآخر الشريك السياسي يعتبر إسقاط الدستور بهاي الطريقة، الدستور يسقط عبر إرادة جماهيرية عبر التصويت الشعبي. أما تجي جهة إرهابية تقول أدى سقط الدستور ونعتبرها شعبية، لا مو شعبية، هاي هذه معارضة لسياق العمل الدستوري والحياة الديمقراطية التي نحن فيها. طب هذا المخطط الذي تصفه بالمؤامرة هو كان فقط محليا أم أيضا خارجيا؟ لا مو محليا فقط، هو خارجي بالدرجة الأولى خارجي، ولكنه امتد إلى العراق، والذي حمل الامتداد هم عناصر من الخارج ومن الداخل تعاونوا معهم. أنا كنت أريد أوصل الصورة أن الحقيقة التي تجري في الاعتصام ليس كذلك. كانت حكومة المحافظة وكثير من شيوخ العشائر قد وقعوا في الفخ، استدعيتهم، ماذا في الاعتصام هنا في هذا المكان؟ رئيس المجلس والمحافظ قالوا خرجت ساحة الاعتصامات من أيدينا، بيد من أصبحت؟ قالوا أصبحت بيد القاعدة. كم عدد القيادات الموجودة للقاعدة في هذا المكان؟ قالوا 36 إلى 40 من قيادات القاعدة موجودين يدربون ويفخخون ويبعثون السيارات إلى كربلاء وإلى بغداد وإلى الجنوب. طلعوا على شاشات التلفزيون اللي مسكناهم اعترفوا أنه إحنا استلمنا المفخخين الانتحاريين من الساحة واستلمنا السيارات من الساحة وبتنا بالساحة ودربنا فلان هذين كلهن أنا اشتغلتهن حتى أوصل قناعة لدى أهل الأنبار أولا ولدى السياسيين الذين يبحثون عن الحقيقة. نضجت القضية صارت واضحة، هم اعترفوا بأنفسهم على أنفسهم، وبدت العمليات. واحدة من العمليات حينما هاجموا سيطرة للجنود واختطفوا 4 جنود وأخذوهم إلى ساحة الاعتصام وقطعوهم تقطيع قطعوهم، وبدت عمليات قطع الطريق الدولي، وحتى التحويلات اللي عملناها صاروا يهاجموها ويضربوها. نضجت القضية. الشيء اللي كان أنا في فهمي ومعرفتي أنهم كانوا يعدون العدة تحت عنوان بقاء الاعتصام، لكنهم يستوردون السلاح والرجال ويبنون المجمعات السكنية، مجمعات المعسكرات التدريبية في هذه الصحراء الممتدة، ولدينا معلومات. كنا نضربهم بعض الأحيان لكن صحراء طويلة وتحتاج إلى نوع من السلاح الموجود. هم كانوا يبنون، وأنا أرى بأن هذا البناء استمر. وأقول لك بصراحة بعد اتضاح الحقيقة أصبح من الواجب والتكليف أن نبادر.
ولو لم نبادر في رفع ساحة الاعتصام وضرب بعض معسكراتهم بالجزيرة ما ظهروا بهاي الطريقة. هم كانوا مخفيين، كانوا يعملون بامتدادات على المحافظات وتهيئة المحافظات لانتفاضة واحدة، ولكن عجلنا عليهم فأفسدنا الخطة فظهروا في الأنبار، ولذلك كان ظهورهم في الأنبار ليس سهلا، ليس كما يتحدثون. ظهروا بأسلحة ما موجودة عند الجيش العراقي مثلا، من هاي الثنائيات مقاومة الطائرات، صواريخ محمولة على الكتف مقاومة الطائرات، مئات الأطنان من التي أنتي والصواريخ أرض أرض والأسلحة الأحادية يسموها ومختلف أنواع الأسلحة. أين أتوا بها؟ هذه حسب الاعترافات أنها جاءت لهم من مخازن السلاح في ليبيا بعد سقوط النظام، عن طريق استوردت من قبل دولة من الدول الداعمة لهم وتحولت لهم عن طريق سوريا ودخلت البلد، إضافة إلى أسلحة من بعض دول الجوار أو أسلحة عراقية ربما أيضا حصل عليها أو حصلوا عليها. طيب بس هذا النهج الذي تريد أن تواجه به دولة الرئيس، يعني أنا بس أريد أكمل هاي الفقرة، أنه لو لم نعجل عليهم لما كنا نجلس هنا اليوم. ماذا كانوا سيفعلون؟ يعني كانوا لكانت بغداد الآن ساحة اقتتال طائفي شديد جدا، ولكانت بقية المحافظات ساحة اقتتال وتتعطل الحياة جميعا. اليوم إذا كان عندنا قتال نحن في أواخره إن شاء الله في الأنبار، لو سكتنا عنهم هذه الفترة لاستكملوا البنية كاملة، لأنهم حتى العملة طبعوها، حتى العملة طبعوها وهيئوها على أساس تطبع لدولة مستقلة، وحتى الاعترافات كانت مهيئة، إحدى الدول العربية تعترف بهم فورا وتلتحق بها دولة أخرى، كان المخطط كبير. ولكن أنا ما أقول حكمتنا وحنكتنا السياسية، أنا أعتبر أن الله تبارك وتعالى أراد خيرا بهذا البلد وجعلنا نتخذ هذا القرار الحاسم، أن لا صلاة ولا اعتصام في هذا الشارع بعد، وبدأنا نضربهم في الجزيرة حتى ظهروا لأنه أصبحوا محاطين. هل هذا السبيل هو مجد؟ يعني في السابق عندما قلتم إنكم قضيتم على القاعدة كان بالتعاون مع الصحوات، يعني أبناء العشائر أنفسهم. نعم. الآن يعني هذا السبيل بمواجهتهم عن طريق الجيش والشرطة سيجدي؟ أولا لا هم أهل البلد، هم أهل البلد، أهل المناطق يعني. أولا لا يوجد بديل، تعامل مع ناس يحملون هذا الحقد ومعبئين بكل ألوان الحقد الطائفي المدعوم التكفيري، لا يوجد حل آخر، كيف تتفاهم معه؟ هو لا يؤمن بك أصلا، يرى قتلك أجر يوصل يجتمع مع رسول الله، كيف تتفاهم معه؟ هذا يعني أول. أن بيئتهم، أن هذا يعني أن بيئتهم تتقبلهم إذا. لا هذا يعني أن بيئتهم الشعبية تتقبلهم هناك. لا بس تسمح لي، بيئتهم ما تقبلتهم، والذي حصل في المعركة الأولى من تحشد العشائر معنا هو الذي يحصل الآن، وإذا تشوفون التابعون الفضائيات كيف يقاتلون وكيف حتى النساء حملت السلاح، وكيف الآن حتى الذين تورطوا من بعض شيوخ العشائر اليوم أو غدا سيعلنون عن عودتهم لتطبيق الخطة الوطنية التي طرحتها الحكومة بعدما رأوا من هؤلاء التخريب والدمار والقتل والاعتداء والأعراض والكرامات. هذا خبر نعتبره يعني. نعم خبر أكيد يعني. نعم خبر أكيد، لحد أمس أنا وافقت على الصيغة اللي يدون يعلنون بها العودة إلى قادة عشائر في المنطقة. أولا قادة عشائر معنا يقاتلون، وسلحناهم حتى بأسلحة متوسطة، هاونات ودوشكات وسيارات وأموال، وطوعنا منهم 10,000 واحد يقاتلون إلى جنب الجيش العراقي منذ بداية القضية، يعني منذ منذ اليوم الأول. قبلت الآن بالصيغة، أي شو هي الصيغة؟ هذه الصيغة الجديدة لبعض الذين تورطوا. أعطينا إياها دكتور، شو هي الصيغة؟ والله هي ما تختلف عن صيغة الحكومة، هم عنوانها ندعم خطة الحكومة لحل مشكلة الأنبار. هكذا سيعلنون؟ سيعلنون، ولكن هي مفرداتها التي احنا اتفقنا عليها وأقرناها في مجلس الوزراء. أولا أن تلتقي العشائر والشرطة والجيش لهزيمة القاعدة وداعش، هذا البند الأول. ثانيا العفو عن المتورطين إلا الذين تورطوا بدم، لأنكم ناس تورطوا بالتحشيد والتنظيم والتعبئة. إعادة النظر في وضع المحافظة، توفير الخدمات لإعادة الناس الذين هاجروا منها، تعيين أبناء المحافظة الذين شاركوا في قتال القاعدة، هذين كل المطالب. تعيينهم يعني في مؤسسات أمنية أو في مؤسسات أمنية أو بالذات أمنية. نعم. والباقي يدخل ضمن سياق الوزارات الأخرى اللي معنية. نعم.
مطالب مشروعة. مطالب مشروعة، لكن البند الأول هو البند الأهم. هذا البند الأهم. يعني هذا متفق عليه الآن. هذا هو رقم واحد. يعني هذه القادة الآن نستطيع أن نعلن الآن للشعب العراقي أن هؤلاء يعني قادة العشائر. أنا ما أحب أعلن، لازم هم يعلنون. لا أريد أن أسبقهم بالإعلان. إنما. بس هي الصيغة الموجودة عندكم. إنما الصيغة التي بعثوها لي. نعم. أنا أقرتها. وقلت لهم بإمكانكم تكتبون أكثر من هاي البنود، لأن البنود اللي أقرها مجلس الوزراء 11 بند. بضمنها تخصيص مليار دولار لإعمار المحافظة، بضمنها تطوي عدد من أبنائهم، بضمنها أمور كثيرة وإجراءات، منها مثلا تعويض أصحاب البيوت التي تضررت، لأنه القاعدة فخخوا كل بيوت الذين وقفوا ضدهم حينما سيطروا في بداية الأمر. نعم دكتور رئيس، خليني أكون صريح معك في هذه النقاط. كل ما تفضلت به ربما تتحدث به كرئيس وزراء، كرجل دولة، ولكن إضافة لكل هذه الانتقادات التي يعني عددتها لكم، بكل صراحة أيضا ينتقدونكم، بل يتهمونكم صراحة على أنكم تنهجون سبيلا واستراتيجية طائفية مذهبية. أنتم بصريح العبارة تريدون إقصاء العرب السنة من السلطة، من الدولة، من أصحاب القرار بكل ما لكلمة معنى. لذا هذا الاعتصام الذي كان في تلك المنطقة في الأنبار، وربما دعم عربيا من بعض الدول وربما حتى عالميا، هو للدفاع عن العرب السنة. هذا هو جوهر الموضوع. هذا بالحقيقة تزييف للحقائق. هذا منطق السياسيين وليست منطق الشعب. وأقول لك بصراحة، السياسيين الذين تحدثوا بهذا المنطق أتحداهم يدخلون الأنبار. أهل الأنبار يقطعون. وسترون كيف سيفشلون في الانتخابات فشلا ذريعا إذا ما التجأوا إلى قضايا اللعب والتزوير. هؤلاء لا يمثلون المزاج الشعبي، وبشكل عام في المحافظات يدركون الموقف والسياق والسياسة والاستراتيجية التي اعتمدناها. لما قاتلنا الميليشيات في البصرة ما كانت سنية، و11 يوم أنا موجود بالبصرة في قتال شديد وصواريخ أشد مما هو الآن في الأنبار. تقصد أتباع السيد مقتدى الصدر؟ نعم، جيش المهدي كان يسمى حينها جيش المهدي. 11 يوم، وفي كربلاء لما هاجموا صحن الإمام الحسين ورادوا يحتلوه، ورحت أنا إلى كربلاء واعتقلت 520 واحد منهم، وفي بغداد. وموقفنا الداعم إلهم في المرحلة الأولى في القضاء على القاعدة في الأنبار، والدعم الذي قدمناه للأنبار في حينها. الأنبار مثلا حصتها من الشرطة 13500، أنا أعطيتهم 28500 شرطي كمساعدة من أجل أن تتمكن الأنبار في ضبط الأوضاع الأمنية. يعني عفوا، هل هم شركاء حقيقيون؟ هذا السؤال، مش أنه موجود والله وزير سني ورئيس برلمان سني ومحافظ سني، هل هم شركاء حقيقيون في القرار؟ بالتأكيد نعم، بالتأكيد نعم، ولكن مفهوم الشراكة ليس عند السنة فقط سياسيهم، حتى عند الشيعة يفهم الشراكة هو أنك كرئيس وزراء لا تتصرف إلا عندما تذهب له وتقول له يا فلان ماذا تقول. هذا هو الفهم الذي ينبئ عن حالة لا تعي عملية بناء الدولة المؤسساتية. الشراكة متحققة عبر مؤسسات الدولة، برلمان شراكة، لما يكون موجود أكثر من 70 من 80 عضو برلماني سني موجود شريك ويعمل إلى جنب الآخرين في التصويت والقرارات. حينما يكون موجود في الوزارة وعلى مستوى نائب رئيس وزراء ونائب رئيس جمهورية ووزراء موجودين بالدولة، ويتخذ القرار في مجلس الوزراء ضمن الصيغ الديمقراطية والأكثرية والأقلية، هذه هي الشراكة، هذه هي المؤسساتية. اسألني هنا هل أنهم مبعدين مقصيين من هذه المؤسسات؟ أقول لك لا، موجودين فيها، ولكن لا تعمل شيء إلا أن ترجع لي. هذه الدكتاتورية التي يؤمن بها بعض السياسيين. هم بالعكس يعني بالعكس. هم يقولون أنتم بالعكس، هو أنتم أنا تريدون أن تقرروا وتنفذوا من دون العودة إليهم، هم مجرد ديكور موجود معكم. هذا الواقع اللي موجود أمامنا. هذا مجلس الوزراء اللي أنا أديره، وهذا مجلس النواب اللي يديره طيب الأخ أسامة النجيفي. أسامة النجيفي قال أنا ما أعرض قانون النفط والغاز الذي هو لب مشكلة الأزمة مع أقليم كردستان. مو من حقه ما يعرض القانون، ومن 2007 ما عرض، وطوال فترة وجوده ما عرض. مو من حق ما يعرض قانون الأحزاب الذي هي مشكلة موجودة. مو من حق ما يعرض الموازنة التي هي روح الدولة. لكن أعطيني في مجلس الوزراء صدر شيء بقرار مني إن لم يكن بقرار موقع في جداول يوقعوها الوزراء، مؤيد ومعارض أو متحفظ. طيب في هذا الإطار دولة الرئيس،
أنتم الآن تدعون إلى ما تسمونها وما تسمون عفوا بالأغلبية السياسية، يعني بمعنى في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات تريدون إطارا للحكم أو للقيادة ضمن ما يسمى بالأغلبية السياسية. هل نريد أن نفهم منكم، لأن احنا إخواننا وزملائنا سألوا كثيرا من يؤمنون بهذه النظرية، الآن أنت رأس دولة القانون الأستاذ نوري المالكي، وأنا المتبني لها للأغلبية السياسية. طيب ما هي الأغلبية السياسية؟ يعني على حساب من؟ على حساب الشراكة الوطنية؟ على حساب الأطراف الأخرى؟ شو بيعني الأغلبية السياسية؟ أولا في تقديري هي الحل للمياه الراكدة في الدولة. العراق لو كان فيه انسجام أو أغلبية سياسية ما بقت الأمور حينما تطرح مشروع فيه خدمة البلد يعارضوه. ليش يعارضوه؟ لأنه هذا ينفع الحكومة. طيب الغالبية السياسية على ماذا تقوم؟ الغالبية السياسية بعد هذا التوقف، بعد هذا التأخير، بعد هذا العرقلة، بعد الدولة التي لم يسمح لها أن تبنى، بعد أن أوقفوا حتى تعيين وزير الدفاع والداخلية وما عرض رئيس مجلس النواب، ما عرض قضية ترشيح وزير الدفاع والداخلية، واضطريت أنا أمشي الأمور، وزارة أنا أديرها الداخلية ووزارة الدفاع يديرها الدكتور سعدون الدليمي، وقضية الوكلاء بالدولة الآن كلهم وكلاء وزارات لكنهم ما مصادق عليهم، ما عرضت في مجلس النواب، وإلى غير ذلك من أمور. أنا أعتبر الدولة الآن تمشي على مقولة الشاعر، مشوا بجياد ما لهن قوائم، زحف. بقاء الدولة تمشي على بطنها بلا قوائم في المرحلة المقبلة غير ممكن بعد. إذا بقت هذه الحكومة على طريقة المحاصصة التي نحن فيها ما ممكن تمشي. العراق كيف يعني؟ العراق يتمزق. سيكون القرار لكم يعني لوحدكم أم ماذا؟ لا، إنما نتجه نحو وجود أغلبية. الآن لو كان في مجلس النواب أغلبية منسجمة، هذا هو التي تدعونا إلى الدعوة، لو أن مجلس النواب فيه أغلبية منسجمة ما كان يستطيع رئيس مجلس النواب ولا رؤساء كتل أن يوقفوا مناقشة الموازنة. أغلبية تقرر المناقشة والصوت عليها وتمشي، أليس هذا هو النظام الديمقراطي؟ بس حكومتكم هي أغلبية، يعني فيها الكرد وفيها العرب السنة وفيها أنتم، هي أيضا تعتبر أغلبية. لا لا، حتى الآن احنا يعني نريد أن نفهم ماذا هي الأغلبية، يعني هل ستقصي الكرد مثلا؟ هل ستقصي العرب السنة؟ هل أنت لو تعطيني مجال أوضح لك كان وصلت لك، لأنه أنا أدى السلسلة حتى تصير واضحة عندك. اولا اريد اقول لك ان الدوله لا تتحمل بقاء المحاصصه بهذا الشكل لانه تعطيلي، والدوله ما ممكن تمشي بهذه الطريقه. ثانيا الديمقراطيه تقول نظريه الاكثريه، الاغلبيه والاقليه معمول بها في كل دول العالم. الاغلبيه ما متحققه الان، المتحقق محاصصه. الوزير مرتبط بقائد برئيس القائمه مالته، ما مرتبط برئيس الوزراء بشكل، لكن انا بطريقه ومعينه وباخوه وعلاقات طيبه مع الوزراء امشي الامور. ما عندنا مشكله في مجلس الوزراء كما هي المشكله في مجلس النواب، انسجام تام والحمد لله، واستطعنا ان نحقق ما استطعنا تحقيقه. انا اقصد بالاغلبيه السياسيه، ليست الاغلبيه الطائفيه، نعم، وليست بالاغلبيه القوميه، وليست اي لون من الوان الاغلبيه، لا، الاغلبيه حزبيه ولا حزبيه، الاغلبيه السياسيه التي تتبنى نهجا سياسيا يلتقي عليه غالبيه الموجودين في السلطه وفي مجلس النواب. هذا المنهج هو المنهج المعمول به. أنا أريد أحقق أغلبية في مجلس النواب، إذا استطعنا والله وفق، يستطيعون أن يمشوا قوانين الوزارات، قوانين الدولة وموازنتها، لكن هاي الأغلبية هل المقصود منها أن يتفق طرفان من مكونات العراق على حساب مكون ثالث؟ لا، العراق لا يمكن إلا أن يكون جميع مكوناته موجودة، يعني يتفق السنة والشيعة العرب ويبعدون الكرد؟ لا، مو هذا المقصود من عندها. او بالعكس الشيعة والكرد ويبعدون السنة، او الكرد والسنة ويبعد، لا مو هذا المقصود. بل المقصود بالتحقيق، ودائما اقول ان هذه المكونات يجب ان تكون موجودة، ولكن مرة تكون موجودة وما مرتبطة بالحكومة والدولة، مرتبطة بالحزب وبالشخص اكثر مما تكون مرتبطه برئيس الوزراء. الامر بالعراق دوله الرئيس، هو انا بدي اخرج من هذا الواقع، يعني الكردي سيتخلى عن الاتحاد الوطني او سيتخلى عن السيد مسعود البرزاني؟ خلي اضرب لك مثل. كيف انا عندي مثلا الان اريد اجيب 9 وزراء شيعة، حتى مبدا النتائج الانتخابيه انا اعتمدها. نعم، لو صار عندي 9 وزراء شيعة، انا ما يجون الوزراء الى لحظه الاعلان انا ما اعرفهم ولا شايفهم ولا عارف اختصاصهم وهل هم صالحين او غير صالحين، هذا ما راح يصير.
أنا أروح أجيب أختار من كفاءات الشيعة، من مهنيتهم، من نزاهتهم، من القدرات الموجودة، عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم. بس هؤلاء انتصروا بالانتخابات، يعني شركاء الآخرين مثل إذا كانوا ائتلاف المواطن للسيد الحكيم أو الائتلاف الآخر، أو إذا كانوا قد انتصروا فليأخذوا الدولة بطريقة لا الانتصار. لا هذا ما أقصده، أقصد أنه صارت لديهم كتلة في البرلمان، صار عندهم كتلة. ماذا سيحصلون الآن؟ الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في أمريكا أليست لهم هؤلاء كتلة وهؤلاء كتلة؟ الوجودات الأخرى بالدول جميعا، أقول إذا كانت كتلهم وما يتحدون عليها تمكنهم من تشكيل الأغلبية فليأخذوا الدولة ويمشوها بطريقتهم التي يعتقدون بها. ونحن نقول إذا كانت لنا الأغلبية المنسجمة على قرار اعتماد المهنية والكفاءة في الترشيح والتعيين، أيضا إحنا نستخدم أغلبيتنا في ترشيح الوزراء. أنا أجيب وزراء كرد بنفس نسبتهم ووزراء شيعة بنفس وسنة بنفس نسبتهم، بمعزل عن انتماءاتهم الحزبية، لكن بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. بس يصير عندك مشكلة دولة الرئيس في البرلمان، ولذلك إذا رفض الحزب الديمقراطي الكردي للسيد البرزاني بيتعبك بالبرلمان، الائتلاف المواطن بيهتك بالبرلمان. هو ليش الآن، وأنا قلت لك بالقوة بالقوة ماشي الوضع، هو ليش الآن ما متعبينه؟ هو ليش الآن اللي دافع عن الحكومة تهمته في مجلس النواب شنو؟ أنه هذا من جماعة الحكومة. لكن لو فرضنا اعترض عليه قال والله أنا ما أقبل تجيب لي شيعي إلا من الجهة الفلانية، نقول له لا والله أنا أنت لو مطيني واحد بالمواصفات المهنية أجيبه، لكن أعطيتني واحد أنت عنده بكالوريوس وأنا جبت له واحد دكتوراه، هذا عنده تجربة عمل طويلة وهذا عنده كذا وهذا نزيه وذاك عليه ملاحظة. لو فرضنا اعترض وقال لا والله أنا ما أقبل إلا تأخذ هذا من عنده، قال لا والله ما أخذه منك، أنا عندي أغلبية سياسية، أروح أقدم وزرائي إلى مجلس النواب أغلبية سياسية صوت لي انتهت صارت الحكومة. يبدو أنك مطمئن بالفعل، بدليل أنه هذا الكتاب برنامجك الانتخابي بكل صراحة هذا ليس برنامج حبل انتخابية، هذا برنامج حكم. نعم. أنا اطلعت على جزء كبير منه. نعم. هذا برنامج حكم، يعني أنتم الآن حسمتم حاطين الخطط والرؤى. نعم. وكيف بدكم تحكموا كل هاي المسائل. طب هذا أمر طبيعي وجيد، لكن خلينا دولة الرئيس من فضلك حتى نتحدث عن رؤى المستقبل، كل التفضل به خصوصا غالبية السياسية الآن استوعبناها وفهمناها وسنرى في المستقبل إن كنت ستوفق في تطبيقها أم لا. المهم أن لا تفهم الجمهور كما يروج البعض من المكونات أنه يريدون يتفقون الأكراد ويا الشيعة ويبعدون السنة. لا، لن أبعد مكون أبدا، حتى المكونات الأصغر المسيحية والتركمانية والصابئية واليزيدية ما أبعدهم، لأن العراق يحتاج إلى أن يكون الجميع موجود في ساحة الحكومة، ولكن مر بالإملاءات وأنت لا تملك الخيار، ومر عندك الخيار وتقول لا أرفض هذا وأقبل هذا وفق هذا برنامج الحكم اللي موجود عندي. شيء دولة الرئيس بتعرف أنه يعني جزء أساسي مما يحصل الآن هي بعض الالتباسات وبعض الهواجس، حتى لا نقول بعض الأحقاد أو الحقن الموجود هنا في البلد. إذا قلنا أنه الرئيس المالكي الآن أصبح في سدة الحكم بعد إذن، الآن ما هي الرؤية التي ستقدمها على سبيل المثال وبشكل محدد لإقليم كردستان أو للكرد بشكل أساسي؟ أنتم تعلمون جيدا للأسف أنتم تأخذون الانتخابات ويبدو أن مكون الرئيسية علاقاتكم ليست جيدة، شو بتقدم لهم؟ أنا قبل ما أتحدث عما ينبغي أن أقدم وأقول له ليس من حقك أن تعطي فيز لدول مجلس التعاون، أنت مو صلاحيتك هاي صلاحية اتحادية، قبل أن أقول له ليس من حقك أن تصدر النفط لأن هذا نفط العراق والدستور يمنع، قبل أن أقول له أنت كيف تبني جيشا وأنت كذا، قبل أن أقول له كيف تفتح، هذين كلهن أنا أعتبرهن نتائج وظواهر لخلل أكبر أنا الذي أحمله للإقليم وللمحافظات الأخرى. أن عودوا إلى الدستور، تعالوا إلى الدستور، ما يعطيكم خذوا وما يمنعكم امتنعوا. الذي حصل من مشكلة الآن موجودة هي بسبب مخالفة الدستور، ولو أن الدستور نافذ ما كانت هذه المشكلة. تريد تفتح منافذ حدودية مع تركيا، تأتي إلى وزارة الداخلية المسؤولة عن المنافذ الحدودية والوزارة تتفق مع الجانب التركي، مو أنت تتفق. تريد تدخل شركات أجنبية، نعم دخل شركات أجنبية، ولكن الشركات الأجنبية تأخذ موافقتها بالدخول إلى الأرض العراقية عبر وزارة الخارجية وليست عبر إجازة أنت تعطيها، وهكذا. مثلا المشكلة الكبيرة المتعددة الوجوه، وأنا سجلت أكثر من 30 مخالفة دستورية، أنا الذي أحمله للأخوة الكرد وأحمله لباقي العراقيين، والمشكلة ليست مع الكرد فقط، مشكلتنا مع مجلس النواب أيضا لأنه ما يلتزم بالقضايا الدستورية. تعالوا إلى الدستور، أضرب لك مثلا في مجلس النواب، الدستور يقول مشاريع القوانين تأتي من الحكومة، وطبيعي في كل العالم
لأن هي الحكومة تعرف هذا القانون إفرازاتها الأمنية وإفرازاتها السياسية وإفرازاتها المالية كلها لابد الحكومة تكون عندها علم. مجلس النواب يشرع قوانين وفيها نفقات مالية ضخمة بدون أن يرجع للحكومة. حكمة المحكمة الاتحادية أن هذا ليس من حقكم، أنتكم من حقكم تقدمون مقترحات والحكومة تقدم مشروع القانون. قالوا والله احنا هذا صوتنا عليها وبعد مشت. كتب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ليس من حقكم تشريع القوانين، هذا حق الحكومة ولذلك قوانينكم غير نافذة وغير ملزمة للدولة، ولم يلتزموا. لذلك لا أملك لكم أيها الأخوة العراقيين جميعا، لا أحمل لهم من معالجات لكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى علاج، سواء كان بالإقليم أو بالبصرة أو بغداد أو بالبرلمان أو بالحكومة، إلا أن ترجعوا إلى الدستور حتى وإن كانت لدينا ملاحظات عليه، ليس غير الدستور، والدستور هو الكفيل بحل كل المشاكل التفصيلية والكبيرة. سؤال أساسي دولة الرئيس، هل تخشى على تقسيم العراق؟ ولكن أرجوك بعد هذا الفاصل. من فضلكم مشاهدي الكرام كونوا معنا إذا سمحتم. أهلا بكم مشاهدي الكرام. كنت سألتك دولة الرئيس هل تخشى بوضوح على تقسيم العراق؟ لأني أخشى على وحدة العراق، تجدني دائما أرددها في كل برامج الانتخابية وأحاديثي، ولأني أخشى خشية حقيقية على وحدة العراق بسبب الموجود في المنطقة وتداعياته وسيما سوريا، ولأني أخشى خشية حقيقية على وحدة العراق من نظام المحاصصة السياسية المعمول به، هذا النظام السيء. وأقول بصراحة إذا استمرت العملية السياسية وفق مبدأ المحاصصة هذه التي يمتلك الشركاء، كل يمتلك عصا في ديلاب الحركة، إذا بقت هذا النظام نظام المحاصصة، نعم العراق في خطر، في خطر التقسيم وفي خطر عودة الطائفية. ولذلك أطرح الأغلبية السياسية أعتبرها هي سفينة النجاة للعراق بصراحة، مع لطف في تطبيقها، وليست كما يتصور البعض أنها تطبق بعنف ضد الآخرين، مع لطف في تطبيقها. المناخ الإقليمي والدولي يمكن أن يحتمل أو يتحمل تقسيم للعراق بقطع النظر عن نواياكم وبقطع النظر عن قضية المحاصصة أو الأغلبية؟ لو تقسم العراق لا أعتقد سنجد منطقة مستقرة بعد. المناخ الدولي يمكن أن يحتمل بحسب معلوماتك. المناخ الدولي قطعا لا يريد. علاقاتك. نعم المناخ الدولي قطعا لا يريد تقسيم العراق، قطعا لا يريد، لأنهم يعرفون ماذا لو حصل لا سامح الله حصل تقسيم في العراق، كما لا يريد تقسيم سوريا لأنهم أيضا يدركون لو تقسم سوريا ماذا يحصل، لا يريدون، ولكن مستوى الفعل لمنع هذا الشيء ما موجود. طبعا إذا تسأل الآن كل الشركاء السياسيين إلا البعض ربما يفكر بعقلية تختلف، يقول لك أنا ما أريد تقسيم العراق. أنا أعلم أن الشعب العراقي كجمهور وليست كسياسيين، ولذلك أتمنى هذه الانتخابات أن تكتسح هذه الطبقة السياسية وتصعد محلها طبقة سياسية اتغذت بحب العراق والحرص على وحدته. الشعب لا يريد تقسيم العراق، ولكن العملية السياسية هذه إذا بقت أخشى على العراق وعلى وحدته لو كانت الحكومة تدار بنظام المحاصصة. طبعا دولة الرئيس، هذا الجانب بالتحديد هو الذي يدخلنا إلى الإطار الإقليمي والعربي، وخصوصا قضية التقسيم وقضية الإرهاب. أنتم قبل أشهر كنتم في الولايات المتحدة الأمريكية والتقيتم الرئيس أوباما، والتقيتم ربما تحدثتم بشكل أساسي ومفصل مع نائبه بايدن، أليس كذلك؟ نعم. وبحسب ما أفهم منك أو فهمت منك في مرة سابقة أنه هذا الجانب التحديد تحدثتم عنه بصفته المحور الأساسي، إما أن يحفظ استقرار المنطقة وأمنها وإما أن يدمره بشكل كامل. نعم. قضية الإرهاب والقاعدة، وأشرتم أيضا إلى موضوع سوريا. بعد كل هذه الأشهر أين وصلتم؟ خصوصا وكأنكم اضطررتم قبل فترة قصيرة، يعني قبل شهر واحد، أن تكتبوا مقالا في الفورين بوليسي وتحدثتم عن هذه النقطة، ولم أفهم هل هي رسالة للشعب الأمريكي أم هي رسالة للإدارة الأمريكية، ونحن اتفقنا على هكذا قبل أشهر
ولكن الأمور تحتاج متابعة من قبلكم. تحدثت للإدارة الأمريكية كما تحدثت للشركاء هنا وكما تحدثت للدول المحيطة بنا حسب طبيعة العلاقة الموجودة معهم، وأنا منذ سنوات أدرك بأن هناك محورا يتشكل خطير في المنطقة. حاولنا نقابل هذا المحور الذي تشكل على خلفية طائفية وعلى خلفية صراعات أو على خلفية نفوذ يعتمد البعد الطائفي. طرحنا ووافقنا واشتغلنا ومشينا في فكرة الاعتدال في المنطقة لمواجهة خط التطرف وخط التدخل. هذا المحور خطير، أنا حذرت في أمريكا منه قبل الانتخابات السابقة، وحذرت دول المنطقة منه، وحذرت كل إنسان يسكن في هذه المنطقة، لأن هذا المحور اللي شكل سوف لن يكون أمام الطريق معبد أو مفروش بالورود. بعد بده يتشكل المحور؟ يعني هل الكلام يعني هذا الأمر المحور تشكل أو لم يتشكل؟ انتصر أو لم ينتصر؟ هزم أو لم يهزم؟ نعم المحور تشكل. تشكل. وفي تقديري هزم، لأنه قوبل بقوة من المحور المقابل. هكذا تعلن؟ نعم. أنت على ثقة؟ نعم، لأن المحور هذا المحور تشكل وهزم. نعم، لأن أنا بالبداية قلت لهم إذا تشكل هذا المحور بالضرورة سيكون في مقابلة محور تصدي، لأن هذا المحور يريد يكتسح، يريد يلغي، فطبيعة الحال المحور الآخر سيتقدم. وأنا لا أقصد في العراق وإنما في المنطقة بشكل عام، والعراق جزء من عدا هذا المحور هزم. تريد أن أذكرك بأطراف هذا المحور؟ لا يحتاج. لا يحتاج. معروف. معروف. نعم. ولكن هذه الأطراف كلها الآن تعتبر بأن هذا المحور قد هزم. هزم في بنيته الذاتية، في بنيته الداخلية، لأنه افترق حول بعض المحطات أو أحسنت. بسبب مواجهتكم. أحسنت. لا، هو سببين، سبب مواجهتنا، مواجهة المحور الآخر طبعاً، وبسبب الافتراق الذي حصل بينهم في محطات. على خلفية مثلا الأخوان المسلمين ومصر، وعلى خلفية البحرين، وعلى خلفية أحداث تركيا، وعلى خلفية أوضاع في سوريا. لا، البحرين ما حدا يختلف في هذا المحور فيما بينهم. اي هذا ما مختلفين. لا ليش، انا حدثني ركن اساسي من المحور بانه له موقف في هذه القضية، ايجابي ولا سلبي هذا موضوع اخر، لكن هي من ضمن المشاكل الموجودة. المحور الان البحريني مو هو المحور المتفجر في، لكن تعتقد دولة الرئيس أن ذلك المحور الآن هزم؟ هزم أين؟ هزم في كل الساحات التي تحرك منها، حتى اعتقاد بأنه انتصر في مصر حينما هزم الأخوان المسلمين هو مشتبه. الطريقة التي تمت المعالجة فيها، رغم أننا نؤيد الحكومة الحالية الموجودة ونتفاعل معها وعندنا علاقات نتمنى أن تكون طيبة، ولكن طريقة تدخل هذا المحور في هذا الملف زاده تعقيدا، وأخشى أن تتوسع الدائرة. لكن هو هزم نتيجة عدم الانسجام الداخلي، لأنه أركان. اسمح لي بس أرجوك، لأنه حتى لا يفهمك الشعب المصري خطأ. نعم. في هذه النقطة بالتحديد، يعني أنتم الآن مع التطورات التي حصلت في مصر وبعلاقات طيبة مع الحكومة الحالية. نعم. ولكن تنتقدون تدخل الخارج أم كل؟ نعم. ما حصل أنتم تنتقدونه؟ شوف، أنا خلي أتحدث لك بصراحة، أنا أنتقد تجربة الأخوان المسلمين في مصر، كانت تجربة مليئة بالأخطاء والقفز على القضايا والحقائق، وكان بالنسبة لي طبيعي جدا أنه لا يدوم حكم الأخوان سنة. وقلتها في إيران في مؤتمر عدم الانحياز، يوم إجا الرئيس المصري وألقى كلمته التي كانت مخيبة لآمال الجميع وما تكلم فيها، قلت للوفد العراقي معي أن هذا الرجل غير باقي، وإذا بقى سنة واحدة أنا أتعتب. وفعلا ما كمل سنة، لأنه صارت قفزة على الحقائق والأوضاع، ثم مصر ما تتحمل ما طرح فيها من طرح طائفي ومن محاولات الاصطفافات التي كانت. أنا غير مدافع عن تجربة الإخوان، بل وقلت للإخوان حينما زاروني هنا، قلت لهم ستفشلون وستفشلون المشروع الإسلامي معكم بهذه السياسة التي اعتمدتموها، وكان من الطبيعي جدا أن لا يبقى هذا الوضع المخالف للسياقات. لكن دخول دولة، أنا أقصد دخول دولة أخرى، هذا شأن مصري داخلي. نعم. بينهم، هم تحركوا، الجيش تحرك، من حق الجيش يتحرك يحمي وحدة البلد مالته، من حق أن يتخذ إجراءات لوقف التداعي، إلى غير ذلك من القضايا مصرية داخلية موجودة لدينا نقد عليها، لدينا تأييد إلها هنا وخلاف هناك. لكن دخول دولة ثالثة أو دولتين أو ثلاث دول دخلت على الخط
هي التي جعلت الافتراق بينهم في هذا المحور، وبالذات يعني تركيا والسعودية وقطر دخلوا على الخط، هذا اصطف مع الإخوان وهذا اصطف ضد الإخوان، فتسببت بشروخ في داخل هذا التوجه العام. وفي سوريا، وفي سوريا أيضا كيف تعتبر؟ أنا أعتبر في سوريا القضية تختلف، لأن العفو يعني هذا المحور الآن هزم في على أرض سوريا. نعم نعم. أو لا تزال معركة مستمرة؟ لا هزم في سوريا، هذا المحور هزم في سوريا، لأن العالم بدأ يقول بصريح العبارة إن كان الأمر بشار الأسد أو القاعدة والنصرة، لا بشار الأسد، والآن الموجود على الأرض السورية إما هذا النظام موجود وإما القاعدة موجودة، وأنا قلتها صريحا إذا كان البديل القاعدة والنصرة والله على المجتمع الدولي ونحن منه أن ندخل إلى جنب القتال ضد هذا المحور، لأن سيحرق المنطقة جميعا وهذا منطق الجميع. أوجدوا فكرة أننا ندعم الاعتدال في المعارضة السورية، من هم الاعتدال؟ المفترض أن يكون الاعتدال الجيش الحر والائتلاف الوطني. أنا معلوماتي وإحنا على مقربة من سوريا وأنا عايش في سوريا كثيرا وعندنا تواصل حالي مع العشائر الموجودة والحدود وداخل سوريا ومع الحكومة السورية أيضا، نعرف هذا الائتلاف ليس له شيء على الأرض، ليس له شيء على الأرض، والجيش الحر أيضا فقاعة وانتهت، الذي يملك السلاح ويملك التأثير والقوة هو النصر والقاعدة، ومن يتحدث عن دعم المعارضة في سوريا يدرك أو لا يدرك، هو يدعم القاعدة ويدعم النصرة ويدعم داعش التي تقاتل في الأنبار وفي بغداد. لذلك أيضا بدأ الشرخ هنا بين من يقول نريد أن ندعم معارضة معتدلة، والمعارضة المعتدلة ما عندها قابلية، ما عندها وجود، وبين من يريد أن ينتهي ولو بأي شكل من الأشكال من وجود نظام سوري. نحن لا نتحدث بلغة الانفعال والعداوات والأحقاد. قولوا لي من سيكون حاكما في سوريا؟ الشعب السوري من حقه يقرر مصيره، لكن أنتم المتدخلون بالشأن السوري، قولوا لي من تريدون أن يكون البديل؟ تريدون النصر والقاعدة؟ لا والله، نحن ضدكم ونقف بكل ما نستطيع ضد هذا التوجه، والعالم أيضا يقف ضد هذا التوجه. هذا خطر. فإذا هذا المحور فشل، فشل في سوريا ما قدر ينجح، فشل في محطات اختلفوا فيما بينهم عليها، فشل بفعل المقاومة التي حصلت بوجهه، فشل لأنه ما يمتلك مقومات النجاح، الوضع في المنطقة لا يتحمل محاور بهذا الشكل، وأنا إنما حذرت منه، أنا ما أريد أصير جزء من هذه المحاور، لا أريد العراق جزءا من المحاور أبدا، لكن أقول إذا تشكل المحور الشرقي سيكون أمام المحور الغربي، وإذا تشكل المحور الغربي سيكون مقابل المحور الشرقي. محور الاعتدال الذي دعوت له العام الماضي أين وصل؟ والله التقينا واجتمعنا عدة اجتماعات، أنا أقول لازلنا بحاجة إلى محور الاعتدال، ويجب أن لا نتعب من استمرار الدعوة والعمل من أجله، ولكن حصلت تطورات، الشأن المصري مثلا الذي حصل، الأوضاع في العراق، الانشغال الموجود مثلا في بعض الدول، بالحقيقة توقفت الاجتماعات، لكن الفكرة لم تتوقف، لا تزال موجودة، إنما نريد أن تهدأ هذه العواصف التي تضرب المنطقة من أجل أن نمضي خطوة أخرى على الطريق. أملنا كبير في أن كثير من دول المنطقة ستكون جزء من خط الاعتدال، لكن بعد حين. أنا أتفهم طبعا أنك رئيس وزراء وأحيانا بعض المعطيات الأمن القومي لا يسمح بأن يعلنها، هل معلوماتنا ليست صحيحة في القول أن محور الاعتدال هذا بالاجتماعات التي حصلت هي بينكم الأردن الإمارات الولايات المتحدة الأمريكية الإمارات جزء منها تركيا مصر، ومصر التحقت أيضا بعد 30 يونيو، ولكن بعد 30 يونيو التحقت مصر، يعني حصل معكم اجتماع في الإمارات. نعم. معلومات دقيقة. نعم. 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 ولكن السعودية لم تلتحق بهذا الأمر. طيب أنتم في أكثر مرة دولة الرئيس انتقدتم من المملكة العربية السعودية، وأنا لا أريد أن أعود إلى هذا النقطة، لنهب الآن أنك انتقدت كثيرا وحتى أشرت إليه الآن عندما نتحدث عن فشل هذا المحور وفشل في مصر وغير ذلك، أنت تقصد بشكل أساسي المملكة العربية السعودية، ولكن أريد أن أتحدث عن الأفق على المرحلة المقبلة. أنتم تقولون بشكل صريح وواضح تريدون الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، أليس كذلك؟ نعم. طيب ما الذي تقدمونه للمملكة العربية السعودية كركن أساسي في مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة حتى يكون على الأقل نرتق هذا الفتق الكبير الموجود بين دولة كبرى اسمها العراق وبين أيضا المملكة العربية السعودية لدورها نفذ؟ العراق ليس تحت مظلة أي دولة من دول العالم حتى نقدم لها، لا نقدم لأي دولة بالدنيا،
ولا نطلب منها شهادة حسن سلوك من أي دولة بالدنيا، إنما الذي نقدمه للسعودية وغير السعودية نقول لهم نريد العلاقات الطيبة، نفتح لكم اليد لننتقي على القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، المبادئ المشتركة، أمن المنطقة المشترك، نحترمكم وشأنكم الداخلي وتحترموننا وشأننا الداخلي. هذا الذي نقدمه لكل دول العالم بما فيها السعودية. فإن أحبت السعودية أن تكون معنا شريكا في أمن المنطقة، شريكا في مصالح المنطقة، علاقات طيبة بعيدا عن التدخل، والله إحنا نكون أكثر سرورا وسعادة، لأن سياستنا المعتمدة الآن هي سياسة الأبواب المفتوحة، سياسة البحث عن العلاقات الإيجابية، وسياسة النأي بالنفس عن الخلافات. ولكن يا أخي دعونا نعمل، دعونا نبني بلدنا. لا تتصوروا أن العراق اليوم هو عراق صدام حسين اللي يوم احتل الكويت وثمان سنوات يحارب إيران ويهجم على السعودية في الخفجي ويضرب أسلحة كيميائية في كردستان ويقتل مقابر جماعية. اليوم تختلف القضية. العراق الآن فيه مؤسسة ديمقراطية وفيه برلمان وفيه حكومة. العراق اليوم تعب من الحصار الذي فرض عليه، تعب من الحروب، تعب من المغامرات، ثرواته معطلة، بنيته الداخلية معطلة. لا نريد إلا أن نبني بلدنا وننفتح عليكم في إطار التعاون وفيما نستطيع أن نقدم لكم. لا نطلب منكم أن تقدموا لنا شيء أبدا، بل نحن مستعدين أن نقدم لكثير من دولنا العربية ما تحتاج. هذا الذي نقدمه للسعودية ولإيران ولتركيا ولكل الدول. إذا نستطيع أن نقول شعاركم الاستراتيجي في المرحلة المقبلة علاقات مفتوحة مع الجميع، النأي بالنفس، لا تريدون الدخول في سياسة المحاور، من يريد أن يتعاون معنا أهلا وسهلا، ومن لا يريد أن يتعاون ماذا؟ هو حر فيما يفعل. هذه بالحقيقة مو سياستنا المقبلة، السياسة التي اعتمدناها خلال السنوات التي مرت. ولكنهم ينتقدونكم، يعني عندما تقولون إنكم انتهجتم هذه السياسة على مدى السنوات الماضية سيقولون لكم إذن إذا كنتم ستكملون بالنمط ذاتي إذن لن نتقدم. أنا أود أن نتحدث عن في المرحلة المقبلة، يعني خلينا نقول إنه إذن عنوانكم الاستراتيجي في المرحلة المقبلة علاقات مفتوحة بشكل جديد، هذا يشمل السعودية ويشمل تركيا أيضا؟ يشمل كل دول العالم، يشمل تركيا عدا إسرائيل، يشمل كل دول العالم التي تريد معنا علاقات نرحب بهم أهلا وسهلا. أنا أريد أقول لك على الطريقة العراقية، من لا يريدنا لا نريده، ولكن لا نذهب بجيوشنا ونقاتل، نحن نريد الذي يريد والذي يرغب بأن يكون معنا في علاقات. وأنا لا أقول لك نريد أن نقيم علاقات، إنما نريد أن نكمل ما بنيناه من العلاقات. لقد حاولنا مرارا لإصلاح علاقاتنا مع هذه الدول وتمكننا ونجحنا مع الكويت والحمد لله، ومع الإمارات علاقاتنا طيبة، ومع عمان علاقاتنا طيبة، ومع حتى البحرين علاقاتنا طيبة. ما عندنا مشكلة، نريد أن نكمل السياسة التي ابتدأناها والتي انتهجناها. العراق يتميز بشيء لم تتميز به دولة أخرى. العراق الآن علاقاته طيبة متينة مع أمريكا، وعلاقاته طيبة متينة مع إيران، وإيران وأمريكا في خلاف شديد. قوامها مصلحتنا أين؟ مصلحة العراق. حينما تكون مع إيران مع إيران، ما تكون مع أمريكا مع أمريكا. ويعذرنا في هذا الأمريكان ويعذرنا الإيرانيون ويقولون والله حقكم لأنه مصلحة بلدكم. لذلك الدول الأخرى العربية بالذات، ونحن نركز على الدول العربية لأنه أشقائنا وأصدقائنا وعلاقات وتاريخ وانتماء وهوية مشتركة، والوضع العربي بشكل عام، نتمنى أن يكون لهم مزيد من الاهتمام في تطوير العلاقات الموجودة بيننا. ولكن يا ناس لا نريد منكم شيئا عدا لا تتدخلوا بشؤوننا. أعطيناكم سفير، أعطونا سفير، قلنا لكم تعالوا هذا العراق استثمروا، تفضلوا استثمروا. نعم، أنا بقي دقيقة واحدة للأسف دولة الرئيس، يعني تقريبا تحدثتم في كل شيء، لكن المفارقة الآن انتخابات في العراق، نعم، انتخابات بعد قليل في مصر، انتخابات تقريبا في الوقت نفسه في سوريا. هل يمكن، كيف تنظر لهذه الانتخابات باختصار شديد؟ هل يمكن للمنطقة أن تعيش مرحلة جديدة بعد الانتخابات العراقية، بعد الانتخابات الرئاسية، من تتوقع في سوريا ومن تتوقع في مصر؟ لا أريد أن أتحدث عن مصر، من تتوقع، لا عفوا، لا أريد أن أتحدث، ولكن هل تعتقد بأن هذه الانتخابات في شهر واحد يمكن أن تشكل مرحلة عربية؟ والله هذه ظاهرة صحية وظاهرة مفرحة. لا أتحدث عن انتخابات، أنا أتحدث عن بعد الاستراتيجي للموضوع. هو هذا أقول، لأنه الدول، دولنا هذه تركت مبدأ الانقلابات والجيش والعسكر وذهبت إلى صناديق الانتخاب. أنا أتفائل بهذه العملية، وحينما تأتي مجتمعة العراق وسوريا ومصر والجزائر، أنا أعتبر هذه ظاهرة صحوة
ستفرز نتائج حينما يكون الجمهور مشاركا في عملية ولادة الحكومات التي تتولى الشؤون الداخلية. أنا أتفائل بهذا الموضوع وأعتبره خطوة مهمة على طريق إصلاح الوضع العام في المنطقة والتضامن العربي الذي نعاني من خروقات كبيرة فيه. وطبيعي حينما تكون الحكومات المولودة من قبل البرلمان وصناديق الانتخابات تختلف عن الحكومات التي تأتي. هل يمكن أن نشهد طريق حرير استراتيجيا بكل ما للكلمة معنى بغداد دمشق القاهرة؟ والله هن ذن الثلاث دول يشكلن الثقل العربي كما قلنا. نعم صحيح. مصر يمكن والعراق وسوريا يشكلن ثقل، وهذا لا استهانة فيه بالدول الأخرى، ولكن لمعطيات كثيرة تاريخية ونفوس واهتمام وموقع وجغرافيا تشكل. لكن أنا أقول لك رغم هذا التشابه الموجود بيننا وبين مصر وبين سوريا كدول، لكن لا نريد أن نتميز بعلاقة متميزة مع سوريا ومصر عن علاقتنا الأخرى مع بقية الدول العربية، إنما نستفيد من هذه العلاقة لننطلق منها نحو علاقة عربية أوسع. أنا أهرب من مسألة المحاور، يعني سياسة اعتدال كاملة الآن. وقد عرض علينا أكثر من محورين أو ثلاثة محاور ورفضناها. عرض عليك محاور؟ نعم. أعطينا محورين من ثلاثة. عرض علينا محور أن نلتحق بالمحور الذي تشكل من تركيا والأردن ولبنان وسوريا. عرض عليكم؟ عرض علي من قبل السيد أردوغان مباشرة، قلت لهم احنا غير جاهزين وغير مهيئين. انا عندي ملاحظات على المحور منذ ولادته، ولذلك هو ولد ميتا. والمحور الثاني؟ المحور الثاني ايضا كان هناك طرح في قبل ثورة الشعبية مال مصر، انه مصر والعراق والاردن وسوريا تشكل محور. مصر الاخوان المسلمين؟ لا. حسن مبارك. حسن مبارك. احتضرنا قلنا لا نريد. في قضية لا أستطيع، هي دعوة وإنما طرحت علينا من دولة ثالثة. ماذا لو دعيتم كدولة إلى مجلس التعاون الخليجي؟ دولة ثالثة بالمنطقة؟ دولة كبرى. كبرى. نعم. ماذا لو دعيتم؟ يعني لا روسيا ولا الصين. نعم. قطعا أنا لا أقول هي دعوة من قبل مجلس التعاون حتى لا يقال إحنا ما دعيناكم. فعلا ما دعونا ولا تحاورنا وياهم مع هذا الموضوع. نعم يصير أحداث كلام بعد الزيارات وشيء، لكن سئلنا هذا السؤال ماذا لو دعيتهم؟ قلنا لهم نعتز بمجلس التعاون ونتمنى أن يبقى جزءا أساسيا من الجامعة العربية، ولا نريد أن نكون جزء من محور، لا مجلس التعاون ولا المحور العربي ولا محور مصر الأردن العراق. الكلمة الأخيرة دولة الرئيس حول الوضع الآن، لأنه إحنا الآن على أبواب انتخابات. أنتم الآن كرئيس وزراء، يعني الهدف الأساسي الذي يمكن أن تتوجه به للعراقيين في هذه الانتخابات ليس كائتلاف دولة القانون أرجوك، ليست قضية دعاية انتخابية. يعني رسالة كرئيس وزراء في هذه الانتخابات، على ماذا أنت حريص؟ أنا حريص على وحدة العراق، حريص على منع احتمالات عودة الطائفية، وحريص على حماية العراق من الإرهاب والتدخلات الخارجية، وحريص على إدامة عملية البناء والاستثمار الأمثل لثرواتنا من أجل أن نبني بلدنا ونطور خدماتنا لمواطنينا. أنا حريص على بنية مجتمعية سليمة، لأنه كل هذه الحقائق، نعم، كل هذه المطالب لا تتحقق إلا بمطلبين أساسيين. أولا استقرار سياسي، إذا فقد الاستقرار السياسي فقدت هذه الأمور، وثانيا استقرار مجتمعي. الاستقرار المجتمعي جزء من عند القضية الطائفية والعنصرية القومية. أنا لا أريد للعراق أن ينحاز فيه الناس إلى انتماءاتهم المذهبية أو الطائفية أو العنصرية، وليبقى كل منهم على مذهبه وقوميته وطائفته، ولكنهم يتساوون. هذا الذي أريده. أهم ما أريد من العراقيين أن يتعاملوا كعراقيين ضمن إطار الهوية الوطنية التي تستظل بالعراق. إذا تعاملوا على أساس الهوية الوطنية مع احترام الانتماءات المذهبية والقومية
يكون العراق قد تقدم خطوات على طريق البناء لدولة عصرية متكاملة. شكرا لكم دولة الرئيس نور المالكي على هذا اللقاء، شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا اللقاء. بلا شك أنكم شاهدتم قرأتم كل الأسماء التي شاركت وأنجزت ونفذت هذا الحوار، ولكني على ثقة أن أسماء مثل عبد الله شمس الدين ورامي إبراهيم وكارين صباغ وعبد الله مدران ربما لم تأتي في سياق هذه الأسماء، الكل بدون استثناء، خصوصا أن هذه التغطية كانت تغطية مميزة. أيضا شكرا لطاقمكم الإعلامي هنا في رئاسة الوزراء، نتمنى للعراق كل الشموخ وكل العنفوان وكل النجاح، وأن تكون انتخابات سليمة ونزيهة. هذا أهم شيء. شكرا لكم مشاهدي الكرام، نلتقي في مقابلة أخرى أو فرصة أخرى مع تقديري لكم، في أمان الله.